خنفران ببيوتني بشيرين ببنف ما يسواب ونوتي انه نوت امين. مرحب بكم في اسرتي ايقونة في الكنيسة، وانجيلي هو دليلي، الاسرة ليها دليل عظيم هو كتاب مقدس. والنهاردة نكمل مفهوم جميل جدا نتعلمه من ايات 16 و17 و18 في هذا الاصحاح، اصحاح 24، لما يشوع علم الشعب أما أنا وبيتي فنعبد الرب. أجاب الشعب وقالوا حاشا لنا أن نترك الرب لنعبد آلهة أخرى. جميل التمسك بأن ربنا يكون في بيوتنا وفي حياتنا، وأن الأسرة مرتبطة بالرب، لأن الرب إلهنا هو الذي أصعدنا وأبائنا من أرض مصر من بيت العبودية، والذي عمل أمام أعيننا تلك الآيات العظيمة وحفظنا في كل الطريق التي سرنا فيها وفي جميع الشعوب الذين عبرنا في وسطهم، وطرد الرب من أمامنا جميع الشعوب الأموريين الساكنين، فنحن أيضا نعبد الرب لأنه هو إلهنا. وهنا بنجد مبدأ جميل جدا في حياة الأسرة المسيحية، إن الأسرة بتتذكر عمل الرب معهم في حياتهم. جميل جدا إن احنا نضع هذا المبدأ في حياتنا، نتعلم ونعلم ولادنا ونعلم حتى ضيوفنا وزوارنا إننا بنذكر عمل الرب معانا، بنذكر عمل الرب من خلال الخبرات الروحية الجميلة اللي خدناها وتعلمناها، من خلال الدروس اللي متعلمها في الكنيسة، سواء في العظات أو في دروس الكتاب أو في مدارس الأحد مع أولادنا، ونسألهم اتعلمتوا إيه النهاردة واستفدتوا إيه وإيه الفايدة اللي خدوها من هذا الدرس. مهم جدا إن إحنا كأسرة والأباء والأماء والأمهات يتابعوا أولادهم وشبابهم وهم بيرتبط بالكنيسة بيستفيد ولا لأ، فبنتذكر عمل الرب معانا زي ما الشعب هنا قال، احنا بنذكر ان ربنا عمل معانا، اصعدنا وحفظنا في الطريق وطرد من امامنا جميع الشعوب. بنتذكر ايضا عمل الرب معانا، مهم الاسرة تحفظ ازاي حصلت في حياتهم ضيقات ومتاعب وربنا سندهم، وكيف ربنا نجاهم من الشرور، وكيف مروا بأمراض بمواقف صعبة وربنا سندهم. مهم جدا أننا نحفظ هذه التذكارات ونتذكر عمل ربنا، وولادنا والأسرة كلها تعرف، نعرف ونذكر ونشهد كيف سندنا الرب وكيف أرشدنا الرب في أمور كثيرة في حياتنا، فأولادنا يتعلموا، ونعرف أيضا ونعلمهم إزاي في مرة صلينا وربنا بعت حل جميل وبعت نعمة كبيرة في حياتنا، فالأولاد وأولادنا يتعلموا أنهم يذكروا عمل الرب في حياتهم. نذكر عمل الرب في حياتنا في مغفرة خطايانا، بأننا بنعترف بخطايانا وبنقدم عنها توبة فربنا بيغفرها، بنعيش بالفرح. نذكر عمل الرب معنا أيضا في افتقاد الكنيسة لينا، ولما بتسأل علينا بنعلم أولادنا أن ده صوت ربنا في حياتنا. هكذا باستمرار الأسرة المسيحية لا تنسى أنها تقول أننا نذكر عمل الرب لأن الرب إلهنا هو الذي أصعدنا. بنذكر عمل الرب أيضا في سير القديسين اللي ممكن نقراها ونستفيد منها مع أولادنا، في أننا بنشوف عمل الرب مع الآخرين، لما بنعرف أن ربنا سند أسرة أو سند حد نعرفه بنذكر هذا وبنمجد اسم الرب عليها لأنها أعمال صالحة للرب في حياتنا وفي حياة الآخرين. هيا بنا كأسرة باستمرار نحفظ أن نذكر ما صنع الرب بنا، ونخبر بكم صنع الرب بنا، ونعلم هذا المبدأ لأولادنا وبناتنا، فيصيروا ثابتين في نعمة الرب، واتكلهم على الرب ثابت، ولإلهنا المجد دائما أبديا. أمين.